يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتوره نوف فرحان حياك الله معنا. الله يحييك، وسعيده بتواجدي معاكم ومستمرين بهذه الحلقات المتعدده والجميله، واللي اتمنى انها تكون اطول من كذي. الله يسلمك ان شاء الله، لا شك ان شاء الله. دكتوره نوف فرحان، حضرتك صاحبه تخصص مهم وايضا جميله، وهي الموهبه والابداع. دكتوره، يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن الكثير من الامور الايجابيه، وشلون احنا ممكن ان نخترق وسائل ممكن هي تكون صحيه علاجيه من خلال بعض الامور والهوايات اللي تعطينا الكثير من الايجابيه. دكتوره، انا بنتكلم الحين عن بعض الروايات وبعض الافلام وبعض المواقف. يمكن نشوف ناس دكتوره انه يستمتع بشكل وايد كبير ويعيش خيال وقصه واقعيه من خلال قراءه روايه، ويرتبطون ارتباط وايد كبير مع روايات، وتكون هذه الروايات او هذه الافلام ممكن مؤثره في حياتهم، ممكن يصير لهم توجه عام من خلال هذه القصه. ليش المايك دكتوره، كلميني عن النقطه هذه. على طار الارتباط، اليوم قريت واحده كاتبه رساله حق زوجها تقول انا عندي عزة، البطل بروايتي توفى. فانا راح اروح بيت اهلي وشوف لك احد يطبخ لك الغداء. نعم. من كثر ما انها كانت متاثره. صحيح. وعلى فكره حتى الكتاب، يعني انا لما اكتب الروايه الحدث المضحك اضحك، والحدث الحزين طبيعي. اقعد ابكي، لان انا متفاعله وياها وعايشه مع القصه. طيب، عندنا انواع مختلفه للروايات. عندنا الروايات البوليسية اللي غالباً تكون مرتبطة بقصص الجرائم والتحقيق فيها. عندنا الروايات العلمية، وهذه غالباً تكون مرتبطة بالتجارب العلمية، بالعلوم بشكل عام، بالاختراعات. عندنا روايات سياسية، عندنا روايات اجتماعية، عندنا روايات نفسية، وهذه أظن من أصعب الروايات، لأن لازم تكون الحالة النفسية مدروسة صح، وغالباً يكتبونها دكاترة متخصصين بعلم النفس. عندنا روايات الجريمة، روايات سياسية، روايات دينية، دراما ممكن. الدراما تصنف من ضمن الاجتماعية. كثير من أنواع الروايات واللي غالباً تحول إلى مسلسلات أو أفلام. صحيح. هي مرجعها يكون قصة أو رواية. طيب، هذه الروايات أو الأفلام لما إحنا قاعدين نطالعها وقاعد نشعر إنه صار في ارتباط بيننا. صحيح. وبينها. ليش؟ لأن الرواية لما أنا أقرأها أنا قاعدة أعتمد على أكثر من حاسة. أنا قاعدة أقرأها بعيني أو بصوتي جهرية، فبالتالي قاعدة أسمع صوتي، وخصوصاً لما أنا قاعدة أقرأها بأداء، لما أقول صحيح. في يوم من الأيام ذهبت ليلى إلى جدتها ووجدت الذئب. هني قاعد يصير تفاعل، حتى لو الطفل اللي قدامي قاعد يسمع القصة قاعد يتفاعل وياي مع نبرة صوتي، أنا قاعد ألعب على حواسه. صحيح. فالتفاعل قاعد يصير لأن في حواس وأي قاعد تشارك. صحيح. نفس الشيء بالفيلم وأيضاً الخيال. بالضبط نفس الشيء الفيلم، لما تي مؤثرات صوتيه والاضاءه. صحيح. والالوان، وبعدين لما يشتغل خيالك فانت مو بس قاعد تشوف، انت قاعد تشم الريحه اللي موجوده. صحيح. وقاعد تحس بطعم الكعكه بالليمون اللي قاعد يحطونها، اللي كل العرب يعرفون طعم كعكه الليمون، وهي ما كانت موجوده عند العرب. صحيح. كلهم ذاقوها من خلال الروايات والافلام. نعم. فبالتالي لما تكون حواسك مرتبطه فيها، فهني نقدر نقول ان الكاتب نجح برسالته أو المخرج نجح برسالته، خلاك تتفاعل وياه بطريقة صحيحة. صحيح. لكن هل هذه لها فوائد نقدر نتعلم منها؟ أظن بتقول لي خلنا نطلع فاصل ونرجع. صحيح دكتورة، وأنا حاب أكد على كلامك إن عشان كذي لو تشوفين الفيلم مثلاً، حتى لو كانت قصة حقيقية أو مستنبطة من خلال رواية، إذا في البيت يختلف الوضع لما تكون في السينما، والمؤثرات اللي تكلمت عنها كلها تكون موجودة، يكون تأثيرها أكبر. صحيح. دكتورة نوف فرحان، عندي الكثير من الأسئلة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتورة نوف الفرحان. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. دكتوره نوف فرحان، كنا قاعد نتكلم عن القصص والروايات وايضا الافلام، شلون لها تاثير ممكن يكون ايجابي او سلبي على حسب اختيار هذه الروايه وتاثيرها علينا. لكن دكتوره، ابيش تعطيني تفاصيل اكثر، شلون تاثير
هالنقاط هذه تكلمت عنهم على الشخص. أول قصة في العالم، في العالم كله، قصة قابيل وهابيل. صحيح. ولما قابيل قتل هابيل وجلس حزين ومو عارف شو يسوي ويبي يوارث سوءته، والله بعث له الغراب وحفر وتعلم منه. بعدين لما جانا القرآن كان فيه الكثير من القصص. صحيح. لأن الناس تستمتع بالقصة وتستفيد منها. صحيح. الأمهات والجدات أفضل طريقة يوصلون فيها الرسائل لأبنائهم من خلال القصص. صحيح. ما في أحد ما يعرف ليلى اللي ما سمعت كلام أمها وكلمت الذيب وبعدين راحت ولقيتها ماكل اليدة. قصة خلتنا أن إحنا نتجنب أن إحنا نكلم الغرباء، وهي قصة خيالية بحتة، ولو نيجي نفكر فيها لا ذيب يتكلم ولا يقدر يبلع اليد. ودايم كنت افكر انزين المعده تفرز عصاره هاضمه تهضم اي شيء يدش فيها، الحين خلي الذيب انه كل اليد، اذا هو كل اليد وبلعها ومعدته هضمتها شلون شقوها وطلعوا اليد حيه ما ماتت. فتثير عندنا هذه التساؤلات. القصص دائما كانت تضرب لكي تعم الفائدة لرسائل اللي نحتاج إن إحنا نوصلها، لأن الإنسان دائماً مهتم بالقصة، يثير عالم القصص. صحيح. سواء كانت القصة حقيقية أو خيالية، أثنينهم يشدونه. إذا خيالية يبي يستمتع فيها ويشوف خيالك وين يوصل مدى، وإذا حقيقية يبي يستغرب إنه صج هذا موجود عندنا، لا أكيد هذه خيالية، لا. صحيح. مو معقولة. فهذه الأمور تشده كإنسان وبنفس الوقت يستفيد منها. نفس الأفلام تشدنا الأحداث اللي تصير، خصوصاً لما تكون هي قاعد تلعب على الحواس كلها. صحيح. ولما تكون الرواية مختصة، رواية علمية أو رواية تاريخية، هذه الروايات بالذات تكون قائمة على بحث. فبالتالي أنا لما أحط معلومة بهذه الرواية ما يصير أحطها رواية معلومة مغلوطة أو غير حقيقية، لأن أنا سأهاجم ككاتبة، راح يجيني صاحب اختصاص ويقول لي هذه المعلومة خاطئة. وبالتالي الأشخاص اللي قاعد يقرون راح يتعلمون معلومة. كثير ناس لما نقعد بمجالس ممكن يهايطون بمعلومات عندهم، ومعلومات طبية، معلومات قانونية، معلومات يعني أعرف محامية دشت بسلك القانون من أفلام شافتها. أطباء صاروا أطباء من روايات قرأوها. صحيح. محققين بسبب روايات قرأوها. فبالتالي هي أثرها وايد كبير على الأشخاص وعلى اللي يقرونه. إضافة لذلك لما تي تقرأ وايد وبشتى أنواع الروايات، أنت قاعد تفتح جزر بدماغك، قاعد توسع مداركك. فإذا توسعت المدارك صار عندك مجال أن أنت تبدع، وممكن تفجر موهبتك. ولو كانت عندك موهبة أولية راح تقدر تبدع فيها. أغلب الاختراعات الآن كلها بدأت من فكرة كانت بقصة. صحيح. أو بفيلم كاتب تخيلها، صارت. صحيح. كاتب تخيلها بهذه الطريقة، عالم شافها واستحسنها، قام جربها، اكتشف أن ببعض التعديلات البسيطة صار في ناتج رهيب، وصار في أداة ممكن يستفيد منها تجارياً أو تفيد البشرية. فبيكون لها فوائد كثيرة إذا تم الانتباه لها. صحيح دكتورة. أنا حابة أكد على كلامك أن حتى كوسيلة تعليمية للتحصيل العلمي، دائماً لما تعطي أمثلة أو قصة معينة راح تشوف أن هي وسيلة جداً ممتازة لوصول المعلومات حتى إلى الطلبة. دكتورة وصلنا حق النهاية، لكن إذا عندك كلمة أخيرة تفضلك. لا حد يستهين لا بالقصة ولا بالرواية، لأن فيها معلومات كثيرة. ممتاز. دكتورة نوف فرحان باسمي وباسم أسرة برنامج توك لينك، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. العفو وحياكم الله، ونشوفكم إن شاء الله بحلقات. الله يسلمك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.